عايزك تقتلي سليم. بس هو بيجيب شاي مخصوص من انجلترا ولو طعمه اتغير بيحس. ما انا قلت لك الاعشاب دي ملهاش طعم، هتحطيها مع الشاي عادي. بقاء لله، كارثتين ورا بعض يضربوا عيلة المهدي. سليم بيه الله يرحمه ما كانش له وريث شرعي، لا زوجة ولا ابن، وقدام الناس كلها انت الوريث الشرعي لثروة المهدي كلها. كيس واحد من دمع الشاي ملوش طعم، بيعمل جلطة بعد الشر بتموت في أقل من 10 دقايق. أنا حطيت سياسة القناة هنا وعجبان، والبرنامج ده هيتعمل يعني هيتعمل. البرنامج ده هيغرقنا كلنا. وأنا ممكن أرفض حد هنا في القناة؟ أكيد. والله؟ طبعا. أستاذ عادل أنت مرفوض. أنا عايزة حقي. وماله؟ أسهل حاجة. 50 مليون جنيه. روح عند الكرسي اللي بقعد عليه، هتلاقي من تحته فيه جلد، فيه ظرف، لقيته؟ في 50 مليون جنيه اختفوا. يا نهار اسود. فلوسك ووضعك الجديد وعربيتك وشقتك حلال عليك، انما ترجع تشتغل معايا تاني وامنك على حياتي. سامحني يا ابن استاذي، عايزين بقى نعمل اجتماع للمعلنين قبل حلقه الاسبوع اللي جاي. في ناس كتير قدمت استقالتها وناس تانيه ما جاتش اصلا النهارده بالرغم من ان عندهم شغل والتزامات. الورق اللي راح الضرايب والغرامات وكده تقدم من خلال عادل، بس مش هو مصدره. اما الورق اللي تقدم فيه ندامي اللي قدمه حدد ده العادل، وعادل كمل يا ريس. انا ممكن اروح اقابل هيورت اللي ماسك المجموعه دي، اقول له ان انا جاي اكمل المفاوضات واحاول اجس نبضه وافهم هم عايزين ايه بالظبط. يعني ايه؟ ازيك يا طلعت؟ هو ايه اللي بيحصل؟ مفيش حاجة بتحصل، زي ما انت شايف انا عايش. والله قولي انت ايه اخبارك؟ انا سمعت من هيورت انك جاي تقابلني. سمعت من هيورت اني جاي اقابلك. انت اتجننت مثلا ولا كنت زهقان شوية فقررت تعمل حاجة مجنونة زي المنيرات التفهيم بتوع بره؟ ايه ده بس، قولي تحب تاكل ايه؟ لا لا، ما انا اكلت على قفايا. طيب على الاقل مش مبسوط انك عرفت اني عايش؟ انت بتخيلني ايه؟ شيك؟ حاجه تستخدمها وقت ما انت محتاجها وبعد كده ترميها وتكمل حياتك تاني؟ يا طلعت انت بتتكلم في تفاصيل مالهاش اي علاقه باللي حصل. ايا كانت التفاصيل وايا كان اللي حصل، انت ازاي تعمل او تحصل لك حاجه زي دي من غير ما تقول لي، من غير ما تاخد رايي، من غير ما تدخلني في اي قرار او خطه او تصرف زي ده؟ يمكن ما لحقتش، يمكن غصب عني، يمكن معذور يا اخي. انا العذر الوحيد اللي ممكن اقبله انك تكون فقدت الذاكره وصحيت لقيت نفسك هنا. اي كلام تاني بقى كلام فارغ، ما يلزمنيش اني اعرفه. انا مش عارف انا كنت بخدم مين ولا ضيعت عمري ووقتي عشان ايه. انا غلطان، غلطان اني خفت على القناه وجيت لحد هنا. انا اقل موكل عندي اهم 100 مره من القناه ومنك ومن مجموعه المهدي كلها. أنا مش مضطر إني أفسر لك أي حاجة. وأنا ما يهمنيش إني أعرف. كام سنة بشتغل معاك؟ كام سنة بنتقابل تقريباً كل يوم؟ يا طلعت اللي حصل ده ملوش أي علاقة بيك. هو أنا محامي بشتغل معاك شوية وخلاص؟ من الآخر كده، في طار بيني وبين أدهم وبخلصه. أدهم؟ أدهم كان لازم يدير القناة وإلا كل حاجة كانت هتضيع. ثانية واحدة بس، أوعى تفتكر إني بلومك على حاجة، بالعكس، أنت عملت الصح. كون إنك تسلم القناة لأدهم وتسيبه يديرها ده عين العقل، وإلا كان كل حاجة هتضيع. أمال أنا غلطت في إيه؟ ومين قال إنك غلطت؟ أمال اللي حصل ده تسميه إيه؟ طلعت انت راجل عملي، واهم حاجه عندك هي مصلحتك، ودي اكتر حاجه بتعجبني فيك. فانا لو قلت لك الاسباب اللي عندي مش هتفهمني، ولو فهمت مش هتقدر. جربني، جربني يا سيدي.
ادم لازم يتربى، لازم يتسلي، لازم يحس انه ولا حاجه. كان ولا حاجه، حشره وفعصناها وقفلنا له مسرح. فرق كبير قوي بين انك تاخد من حد ما عندوش او تاخد من حد عنده. كان لازم يدوق فلوس، كان لازم يحس انه ملك الدنيا، كان لازم يطلع لفوق قوي عشان لما يقع يتكسر مليون حته. طيب ما تعرفش هو عمل فيا ايه هو وامه؟ انا امي ماتت بسببه. لا لا، كان في مليون طريقه. قلت لك مش هتفهمني. انت كده خسرت كتير. انا كده عملت الصح. واللي بيحصل في القناه دلوقتي صح؟ اللي بيحصل ده تقدر تعتبره بدايه، تسخين على خفيف. وليه تبوظ حاجه كانت بتاعتك؟ ولسه بتاعتي. انا ممكن ارجع في اي وقت. في الحقيقه يعني انا بفكر ارجع الاسبوع الجاي مثلا. ترجع؟ وليه لا؟ قدام الكون انت ميت. ايوه بس انا عايش. والناس والوضع القانوني. حسب كلامك ادم ملوش اي حاجه. صح بس بعد اللي حصل ده مفيش حاجه حصلت يا طارق. مفيش حاجه حصلت. واللي الناس فاكره انه حصل ده ممكن تعتبره وهم، خيال، سميه زي ما تسميه. انا ما قلتش لاي حد اني ميت، ما عملتش اي حاجه تدل على موتي. انا كل اللي عملته اني سافرت وبس. بس انت لسه قايل بعظمه لسانك اهو انك عايز تنتقم من ادهم. وهفضل عايز انتقم منه لحد ما احقق اللي انا عايزه. يعني كنت بتخطط؟ لا ما كنتش بخطط لاي حاجه. انت فاكر لما قلت لك ان مفيش اي حاجه وحشه ممكن تحصل بشرط انك تستغلها صح؟ انا كل اللي عملته اني استغليت اللي بيحصل حواليا عشان احقق هدفي. امال احنا دفعنا ايه؟ الله اعلم. طب ارجع اقول لهم ايه؟ قول اللي انت عايز تقوله. انك عايش؟ طب ما انا فعلا عايش. ارجع اقول لادهم انك عايش وتقوم حرب بينكم؟ الحرب قامت خلاص وقربت تنتهي. بس انت اللي مش واخد بالك. لا خلاص يا حبيبي الشطب، انا عملت اللي عليا وما توفقتش. شوف لك حد تاني. هشوف حد تاني ماشي، بس انا لو خرجت من هنا مش هرجع تاني يا عليا. استنى. استغفر الله العظيم يا رب. شيطان مكتوب على ايديك، بس بعد ما اخد حقي واديك نصيبك. انا هديه ورس كبير وهياخده. وده بقى يغير ظروفنا في ايه؟ وانا شغال مع ادم دلوقتي، ولما ياخد ورسه برضه انا اللي هشتغل معاه. ادم ده لو كان يقدر ياخد ورسه ما كان خده. ده كل شويه يمرمطوه ويجرجروه على اسمه. ده لا محاكم هتجيب له حق ولا بوليس هينصفه. يعني الحل الوحيد علشان ياخد ورسه من اخوه ان اخوه يجيله مصيبه ويموت. سلام عليكم. قال لك ايه؟ ولا حاجه. اكيد قال لك حاجه. هكدب يعني؟ عملتي اللي انا قلت لك عليه؟ ما عملتش غيره. وبرضه ما فيش نتيجه. ما يمكن ما فيش حاجه. ده فيه وفي بلاوي. وانتي اللي هتجيبي لي قرار العيلين دول. فهمتي حاجه؟ حضرتك تشربي. لا شكرا ولا حاجه. سيب لي الاستاذ يا كرم. ماشي حضرتك. تحب حضرتك تشرب ايه؟ عندكم حاجه حلوه زي كده؟ انت شغال محاسب مع الناس اللي اجروا البار هنا صح؟ تمام. لا لو كده بقى يبقى اللي انت هتشربه على حسابك. تبقى امي دعياك. بس عايزه منك خدمه الاول. عينيا. عايزه رقم تليفون. رقم؟ ورقمك برضه.
بس تقولي الاول، هما اللي اجروا البار هنا هما اصحاب قناه المهدي؟ اهم اصل اختي خرجت اعلام وبدور على شغل. تحب اكلم لها حد؟ لا هتكلم انا. وعايزه رقم. بص انا عارفه انه صعب. وانا تحت امرك. شكرا. مساء الخير. مساء النور. وصلتك رسالتي؟ امال انا هنا ليه؟ تقدري تاخدي راحتك، المكان ده بتاعي ومفيش اي حد هنا ممكن ينقل اي حاجه بتحصل، ومفيش اي زبون هيدخل طول ما انت موجوده. حلو، يعني اخد راحتي. يا ريت. طيب انا هنا عايز اخدم، ويهمني ان حضرتك تبقى بخير. انت تعرفيني منين؟ انا ما اعرفكش بس سمعت عنك كتير. وبعدين عرفت انك بجد بجد حل حقيقي لمشاكل واحده زي واحده بتحب تحلم بس مش مجنونه عشان تصدق ان الحياه سهله، ولا ان الفهله وحركات النصابين الغلابه ممكن تجيب نتيجه. يعني ايه النصابين الغلابه؟ زي ادهم واللي معاه، عمال يحاول يرسم ويخطط عشان يوصل لحاجه، وهو يا حرام مش عارف انها اتقسمت من بدري، يمكن من قبل ما هو يتولد. فيلسوفه انت. غلبانه وزهقت من الفقر، واللي كرهته اكتر من الفقر ان الاقي دايما نفسي مع الفريق الخسران. نفسي اكسب ولو مره واحده. يبقى المره دي اخترتي صح. انا عارف. كنت قلتي لي في الرساله ان في خطوره على حياتي وان في حد عايز يقتلني. وقلت لك في نفس الرساله اني شغاله في البار اللي حضرتك اجرته. عارف. وسالت عليك قالوا لي ان انت ماشيه مع الواد اللي بيساعد ادهم. سالت عني؟ طب على كده انت لو جرالك حاجه انا هروح في داهيه. ويجرالي حاجه ليه؟ مش انت هتحذريني؟ يبقى لازم اللي انا جايه له يحصل، لازم تخلي بالك من نفسك. ادخلي في موضوع، قولي اللي عندك. هقول اللي عندي. بس انا لو قلت كل اللي عندي يبقى مش هتقول حاجه. عايزه ايه؟ انا لو كنت عمت على عمهم كان هينوبني من الحب جانب. انت مش بتقولي الفريق الخسران والنصابين الغلابه؟ يعني لو عمتي على عمهم هتغرقي. ولو عمت على عمك انت؟ هتبقي نفدتي. مش كفايه. انا بكره الفقر لدرجه ان عندي اموت ولا اني اكمل كده. هسألك تاني، عايزة ايه؟ شوف حياتك تساوي كام؟ أكتر بكتير من أي حاجة هتطلبيها. يعني ايه؟ خدي راحتك. 2 مليون؟ لا، 5. وهديكي نصهم لو طلع اللي بتقوليه ده حقيقي. والنص التاني؟ لو نفذت اللي أنا هطلبه منك. أيوه بس أنا معرفش هما ناويين ينفذوا ازاي، أنا كل اللي أعرفه هما مين؟ أدهم ومدحت ومروة. مروة؟ أيوه. مشيت وراهم كتير وشفت ادهم عندها في البيت، وتاني يوم مدحت جه وقال لي هم ناويين على ايه؟ ناويين يقتلوك، اتفقوا مع مروه على انها تقتلك. ادهم ماسك ورق من امن الدوله على ناس كتيره شغاله معاك، والظاهر ان هو قدر يمسك زل على مروه. مين تاني يعرف الكلام ده؟ ولا اي حد. كويس. كويس اوي. يا عادل، باسبور اخباره ايه؟ وديته المروه؟ كويسه. ايه يا مروه، هاتي لي شرايط برنامج ليالي من تحت، عايز كل الشرايط. اجتماع رؤساء القنوات؟ مروه، احنا مفيش حد من الـ PR حاضر معانا الاجتماع ليه؟
حاضر هكلمهم حالا. نزلي الشاي ده لسيادة المقدم واعملي لي كوباية. أنا آسف، تليفون من الوزارة لازم أرد عليه. جرايا يا مروة، ما تحطي الشاي للراجل خلينا نكمل. فيها مش وقعت في الكوباية. ألو؟ أيوة مروة، إزيك؟ عملت إيه في الباسبور؟ أنا اديته الأستاذ عادل وقال إنه مفيهوش أي مشكلة والفيزا تمام وحضرتك تقدر تسافر أي وقت. طيب كويس أوي، الباسبور بقى نفسه فين؟ أنا آسفة جدا، هو الباسبور معايا، أنا نسيت أديه لحضرتك. طيب معلش يا مروة، أنا ناصر عندي إجازة والسواق مشي فمعنديش حد أبعتهولك، عدي عليا على البيت. آه طبعا. مش الإسعاف أو حتى تطمني عليا. تعالي اقعدي. أنا مش اقعدي. ما تخافيش، أنا مشربتش من ده. إيه ده؟ دي الأعشاب اللي كنت هتحطها لي في الشاي، أصل أنا بدلتها بأعشاب تانية لما كانت في شنطتك. أنا مش فاهمة حاجة، أنا لازم أمشي. أنت هتقعدي وهتسمعيني للآخر يا إما أوديكي في 60 داهية. اقعدي. ملفك القديم اللي أدهم جابه أنا كمان عندي نسخة منه، والاتفاق اللي بينك وبين ادهم انا عارف تفاصيله وفي شهود عليك. اما بقى محاوله القتل اللي انت لسه عاملاها دلوقتي حالا فتسجلت صوت وصوره. بس انت حظك كويس. في حاجه انا عايزها منك، ولو عملتيها في احتمال كبير ان انسى اللي حصل، واديكي مكافاه كمان. أنا أديكي فلوس أكتر من اللي كان أدهم هيديها لك. أنا تحت أمرك. كويس أوي. مبدئياً بس قبل ما أنسى، أنا مت خلاص، مش عايز حد يعرف إني عايش. إزاي؟ مش مهم إزاي، أنا أتصرف. المهم بس اللي أنا عايزه منك واللي هينجيك من حبل المشنقة. أيوه، أنا عايزك تعملي فيه نفس اللي كنت هتعمليه فيا. عايزك تقتلي أدهم، بس مش دلوقتي، في الوقت اللي أنا أختاره، ولحد ما ده يحصل عايزك تسمعي كلامي وتنفذيه بالحرف الواحد. مفهوم؟ مروة. الو. أدهم فاكر اني معايا ورق الدوري. انا
عارف. وعارف الورق ده مع مين؟ مش شغلك، المهم تعملي اللي هقولك عليه. أنا ماشي. عارف مكتبي؟ ايوه. روح عند الكرسي اللي بقعد عليه، هتلاقي من تحته فيه جلد، في ظرف. لقيته سلام. يا بنت اللذينة. المبلغ خلاص اتحط في الحساب اللي انت اديتني رقم. وصل. ودلوقتي ايه؟ دلوقتي ستيفاني هتروح معاكي عشان تتفرج على بيتك الجديد. عايزك تعيشي حياتك وتتبسطي وما تفكريش غير في حاجة واحدة بس، لازم تبقي مستعدة. احنا النهاردة حفرنا له قبر، وقريب قوي ان شاء الله هيموت على ايديك. وانا مستعدة من دلوقتي. كويس كويس قوي. في الحالة الطبيعية لو كنت عايزك في أي مهمة تانية كنت هقولك لازم تخلي مشاعرك بره الموضوع، إنما في الحالة اللي احنا فيها دي تمام، استمري على كده. لما الوقت يجي هبلغك. وأنا مستنيه. We'll be right back.
ده لو حصل هنبقى عدينا مرحلة كويسة جدا. يا مسهل ان شاء الله. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. من السفر على الشغل كده على طول يا سيادة المستشار؟ هنعمل ايه بقى؟ ها عملت ايه؟ رحت وكلمت هيورد. وقابلت حد؟ لا. انت عارف انهم فتحوا مكتب هنا؟ مين؟ الاي سي بي. كويس كويس. بس الحكايه مش زي ما احنا فاهمين يعني. امال ايه اللي بيحصل ده؟ سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ ايوه. انا فعلا كلمت هيورد بس في التليفون، وهو اكد لي ان كل اللي بيحصل ده هينتهي قريب، بس احنا لازم نستمر زي ما اتفقنا. زي ما اتفقنا؟ ايوه. يعني انت انزلي بالتنويهات عن برامج جديده، وانت ادهم بيه استمر كمان انت في البرنامج بتاعك. لازم نتماسك عشان الايام دي تعدي على خير. وهتعدي؟ هتعدي لو فكرنا في كل حاجه وحسبنا حساب كل حاجه. أكيد هتعدي. يا أهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. منورين. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم. معلش مين فيكم ناصر؟ أنا هادي ناصر يا فندم، الأستاذ زكريا الشواف العضو المنتدب، وأنا ماسك الفاينانس. طب اتفضلوا اقعدوا. معلش أصل الواحد مش مركز غير في شغله اليومين دول. بس أنت كنت قلت لي في التليفون إن إحنا اتقابلنا قبل كده صح؟ في مهرجان دبي اللي قبل اللي فات. ياه ده أنت لسه فاكر. زي ما ناصر قال لحضرتك يا فندم، إحنا فتحنا هنا مكتب في مصر، وخلاص قريب جدا هيبقى عندنا قناة، وبس لسه ما استقرناش على اسمها، بس هتبقى الاي سي بي بتاعت مصر يعني. ده هايل. وعايزينك معانا. أنت عارف إن في عقد مع قناة المهدي، وفي شرط جزائي كمان. العقد اللي حضرتك ماضياه والشرط الجزائي هيبقوا من ضمن الاتفاق اللي هنعمله معاكي. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا استعداد ندفع الشرط الجزائي بالاضافه للاجر اللي حضرتك هتحددي كمان. ما انت عارف ان الموضوع بالنسبه لي مش مساله فلوس. شوف يا مدام، انا عارف ان حضرتك ليك تاريخ طويل مع قناه المهدي ومع عادل الله يرحمه، بس انا عايزك تتاكدي تماما انك مش هتحسي معانا باي غرب، لان اساسا معظم اللي كانوا شغالين في قناه المهدي سابوها اليومين اللي فاتوا ومضوا عندنا خلاص. والله زي مين؟ كمال انعام، احمد شقير، ابراهيم عبد الشافي، وهند سلامه، وشهند. لا لا خلاص انا كده ممكن افكر. الو، احنا لازم نتقابل النهارده، الموضوع ما يستناش. بالليل كويس، بس يا ريت ما نتاخرش. سلام. اهلا. ازيك يا استاذه؟ ازيك يا ادهم؟ عامله ايه؟ عامل ايه؟ اتفضلي. بقى يا راجل نبقى جيران وساكنين جنب بعض وما نزورش بعض ولا مره. انا عارف. الاريم فين؟ راحت مشوار وهتيجي بالليل. المره الجايه بقى تجيب ريم وتيجوا تتغدوا عندي. اكيد. وانا اسمع كمان انك بتعملي اكل ما حصلش، اللي ياكل منه مره ما يعرفش بعد كده غير انه يسمع كلامك وبس. بقولك ايه يا ادهم، انت عامل ايه في الظروف دي؟ اهو نحمده نص الناس مشوا. سمعت بس لسه ما تاكدتش. ما تخبيش عليا، انا في صفك. كلام حلو. والفعل هيثبت لك كل حاجه. الناس اللي شغالين في قناه الاي سي بي في مصر جم لغايه البيت وعرضوا عليا نفس العرض اللي عرضوه على الكل. وانت رفضتي؟ بالنسبه لناس كتير العرض ده يبقى مغري وفرصه عمر. طب وانتي؟ انا عمري كله في القناه دي، يعني اتفقنا واختلفنا، القناه دي بيتي والمكان اللي انا عمري ما هسيبه. اوبا اهو كده بقى خاف منك. لا لا لا، اجل الخوف لغايه ما يعدوا اليومين دول، واعتبر ان اي عدو ليك هو عدو لي. حلو كده رجعت اطمنت تاني، اصل انا برضه اعرف ان اللي يعديكي ما يشوفش طيب ابدا. ايه الحلاوه دي؟ تشربي ايه بقى؟ والله اي حاجه من عندك حلوه. انت جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ مش قلت لي ما تخافيش وان القانون في جيبك وانك مسيطر وبتاع؟ انا قلت لك ان مفيش حد من اللي حوالينا هيشك في حاجه. ما كنتش عامل حسابي ان سليم هيطلع عايش. ده اعلى مفخله وركبه. اعلى مفخله وركبه ازاي وانت عمرك ما كنت مراته في يوم من الايام؟
مش مهم، المهم ان انا خدت الورث بتاعي وخلاص. انت فاكره الورقتين اللي احنا ضربينهم دول بجد ولا ايه؟ وبعدين تورثيه ازاي وهو عايش لسه ما ماتش؟ وتورثيه باي صفه وهو ما شافكيش ولا مره في حياته؟ يعني ايه؟ اللي خدتيه لازم يرجع، ويا ريت الحكايه تفضل على كده وبس. لا ده فيها سجن 7 سنين على الاقل. يا نهار اسود، انت عايز تسجننا يا طلعت؟ لا انت اللي هتتسجني. نعم انت عايز تبيعني يا طلعت؟ لا يا حبيبي انا مش هسكت، ده كلها خططك وافكارك. ايش؟ اهدي اهدي وخلينا نتكلم في المفيد. اللي هو ايه بقى المفيد ان شاء الله؟ اذا كان الوضع اللي موجود دلوقتي ده مش قانوني نخليه قانوني. سليم ما يعرفش ان حكم انكار النسب ده مجرد كلام انا قلته له من دماغي، وادهم من حقه يورث. قصدك ايه؟ اقصد ان في فرصه تانية انك تورثي بجد. انت مرات ادهم وفلوسه ممكن تبقى ملكك، وساعتها مش هناخد النص وبس، لا كل حاجه هتبقى بتاعتنا. نقتله؟ تقتليه